بعد 18 عاما من الغياب تحط أول طائرة إيطالية رئاسية أرض الجزائر، حدث يعتبره الرئيسان الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والجزائري عبد المجيد تبون مهما وانطلاقة لتعزيز العلاقات الثنائية أكثر على كل الأصعدة. حقيقة التنبه كان متأخرا من قبل إيطاليا، وكان عليها أن تدرك الدور الجزائري بشكل كامل منذ زمن بعيد، لأن الجزائر سواء في نظر أوروبا أو حتى في نظر القوى الكبرى أنها تعد بمثابة المفتاح، يعني المفتاح الأفريقي المهم الذي لا يمكن تجاوزه لمن يريد أن يركز أو أن يبني قاعدة حضور سياسي أو اقتصادي في القارة الأفريقية. العلاقات الاقتصادية وحصة المحروقات بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين هو ما يسعى له الجانب الإيطالي من هذه الزيارة، يقول متابعون. الجزائر تتجه إلى توازنات جديدة اقتصاديا، تبحث عن شركاء جدد، والشراكة الجزائرية الإيطالية تعتبر هي شراكة استراتيجية منذ القدم، يعني حتى نشوفوا شركة النفط الإني هي الشريك الأول لشركة سوناتراك، بحيث أنه راح يكون من خلال هذه الزيارة العديد من الامتيازات الاقتصادية والعديد من الامتيازات السياسية. تصريحات مسؤولي البلدين أكدت أيضا أن الزيارة ستكون فرصة لبحث ما يجري في ليبيا خاصة والقارة الإفريقية عامة، بما في ذلك ملفي الهجرة غير الشرعية والإرهاب. الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وروما تعتبر عصب العلاقة بين البلدين، لكن التقارب في وجهات النظر في العديد من الملفات السياسية يزيد من عمق وصلابة هذه العلاقة التي تعتبر زيارة ماتاريلا تتويجا لها. نهاد زرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.